نظم لاجئون وناشطون سوريون اليوم وقفة تضامنية مع ضحايا الهجوم الذي نفذه سوري وتبناه تنظيم الدولة في مدينة زولينغين بألمانيا، أكدوا خلالها أن هذه الجريمة لا تمثل اللاجئين السوريين وهي عملية غير إنسانية. أنا من جديد انتقلت لمدينة زولينغين. للصراحة أنا انتقلت لهي المدينة لأنه سمعت كثير عنها أنها هي مدينة فيها شيء من التعايش الاجتماعي وقبول من الشارع الألماني للمجتمع العربي وللأتراك بشكل عام بزولينغين. مع الأسف الشديد تأثرنا بشكل فظيع، الشارع اليوم انعكس سلبا على كل شيء حدا شخصيته بتدل على أنه عربي مو بس سوري. في يعني في خوف كثير انعكس على الشعب العربي بشكل عام. انا بطلع يعني بوصل اولادي على الكندرغارتن وهيك دائما بتكون بتطلعوا هيك، مثلا اول شيء كانوا يطلعوا لاولادي بتسموا هيك، هلا تشوفوني انا محجبه مثلا نظره، عرفت كيف؟ إيه انا هذا بضايقني، يعني انه انت هيك واحد يطلع عليك وانت اصلا ما لك ذنب بشيء، ما لك ذنب. حتى وقت مات الشرطي من فتره كمان تطلع بالباص تلاقي نظرتهم غير لإلك. بدك تحكي كلمه بالالماني سوريا القناه العربيه بعمل مقابله. الشباب الالمان بلشوا يصورون، وهذا الزي اللي انا لابسه هو الزي التراث تبعيتنا، لبسناه اليوم لحتى نعبر للالمان انه اللي لابس جلابيه مانو مجرم، واللي لابس هذا اللباس مانو مجرم، ونحن السوريين مانو مجرمين، وجايين نقول للالمان تعازينا الحاره جميعا لانه هيك صار بزولينغين. نحن كلياتنا نشعر بالاسف بالشيء اللي صار بالاشخاص اللي ماتوا الله يرحمهم، والجرحى الله يشفيهم يا رب، وهذا الشيء اللي صار نحن كلياتنا ما قبلانين فيه. اللي اتاح لنا الفرصه انه نعبر عن استيائنا للي حصل. الاجرام لا دين له، لا للارهاب، لا للقتل، لا للعنف. جاي اشارك، نحن كلياتنا ضد الارهاب. هذا ودعا رئيس وزراء ولاية بافاريا وزعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي ماركوس زودر إلى إجراء إصلاح جذري في نظام اللجوء في ألمانيا. وطالب زودر في حديثه لوسائل إعلام ألمانية بإلغاء حق اللجوء الفردي وإغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء، بالإضافة إلى توسيع اتفاقيات العودة مع بلدان المنشأ بحسب ما ذكر. يأتي ذلك بعد موافقة أحزاب الحكومة الألمانية على حزمة إجراءات جديدة تخص سياسة اللجوء والهجرة بالبلاد على أعقاب هجوم زولينغين. وللمزيد والتفاصيل ينضم إلينا بشر أحمد مراسل تلفزيون سوريا، معنا من زولينغين. مرحبا بك معنا بشر، لو تضعنا في الأجواء كيف تبدو لديك، كيف جرت أجواء هذه الوقفة والأعداد المتعلقة بالمشاركين بها؟ مرحبا ديما، يعني انتهت الوقفة قبل قليل وهي الوقفة الرابعة هذا اليوم في زولينغين. نظمت في زولينغين لهذا اليوم 4 وقفات، إحداها لليسار الألماني و3 وقفات دعا لها نشطاء سوريون، الأولى لاتحاد الكتاب الكرد والوقفتين التاليتين لنشطاء سوريين. هذه الوقفات بمجملها، أقصد السورية طبعا، دعت أولا جاءت لتقديم التعازي لذوي الضحايا، ثم أنها جاءت لتعبر عن رفض السوريين للجريمة التي ارتكبها مواطن سوري في مدينة زولينغين، وليعبروا بأن ليس كل السوريين إرهابيين، وبأن السوريين أصلا هم
أكبر المتضررين سابقا ولاحقا من إرهاب داعش وإرهاب النظام السوري، وهم أتوا إلى ألمانيا لكي يعيشوا بسلام. أيضا الجموع جاءت لتذكر أساس الألمان بجوهر المشكلة، وهي أن هناك جريمة إرهابية وقعت، علاجها يكون من خلال تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي وتعزيز التعليم والتوعية، وليس من خلال التشدد بقوانين الترحيل. ويجب بحسب المجتمعين اليوم الابتعاد عن الاستثمار السياسي في الجريمة التي حصلت، لأنه بعد مضي فقط 24 ساعة على الجريمة انتهى الحديث عن الجريمة في معظم الأوساط السياسية والإعلامية الألمانية، وبدأ الحديث عن الترحيل، التشدد في قوانين اللجوء، عدم استقبال لاجئين جدد، التشدد على الحدود وما إلى ذلك. وهذا ما تحدث عنه وزير الرئيس وزراء بافاريا، تحدث عن نظام لجوء، إصلاح نظام اللجوء. ما هي الآلية بحسب رصدك لهذه التصريحات، وما المقصود بذلك؟ وهل هي خرجت يعني عقبة تعقيبا، يعني هي كانت بسبب الجريمة الأخيرة هذه التصريحات؟ هذا جزء من الاستثمار السياسي للجريمة وما تلاها من استقطاب سياسي. ما قاله اليوم ماركس دودا تخطى به حتى خطاب حزب البديل الألماني اليميني المتطرف. حزب البديل كان يريد إيقاف استقبال اللاجئين لمدة 5 سنوات، والحكومة طبعا اعتبرت هذا الكلام غير دستوري. ماركوس زودا اليوم لا يريد إلغاء الحق الفردي في اللجوء بشكل نهائي، لأنه يريد تعديل الدستور، لأن الحق الفردي في اللجوء مكفول في الدستور الألماني. أيضا يريد التشدد وطرد طالبي اللجوء من الحدود، لا سيما من لديهم عبور عبر دول أوروبية أخرى. يريد أيضا إجراء تعديلات على نظام المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء. يريد التشدد حتى أكثر من اليمين المتطرف الألماني. وللعلم طبعا ماركوس زودا هو رئيس مقاطعة بافاريا، وهو رئيس الاتحاد، حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو شقيق الاتحاد الديمقراطي المسيحي برئاسة ميرس. وبجميع الأحوال الاتحاد المسيحي بشقيه سيخوض مشاورات مع الحكومة ومع حكومات المقاطعات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مقترحات جديدة تريد المعارضة أن تضيفها على حزمة الأمن واللجوء التي توافقت عليها الحكومة قبل يومين. لكن يعني الخبراء يشيرون بأن حزب الخضر لن يقبل بالمزيد من التشدد في قضايا اللجوء والهجرة. بجميع الأحوال سنستمع أكثر إلى خطاب ربما يكون أكثر تطرفا من الساس الألمان، وهذا لن ينتهي ما دام أن هناك انتخابات قادمة، وما دام أن هناك ليس فقط انتخابات إقليمية في 3 مقاطعات ألمانية شرقية يصعد فيها البديل، ويريد يمين الوسط استقطاب حزب أصوات اليمين الألماني، لا بل إن هناك أيضا انتخابات اتحادية بعد عام. لذلك هناك تخوف، كما استمعنا قبل قليل من ضيوفنا السوريين في الوقفة، هناك تخوف من السوريين من أن يتزايد هذا الخطاب طوال العام القادم حتى تأتي الانتخابات والتشكل، وخصوصا في زولينغن. يعني هذه المخاوف بالنسبة للسوريين، يعني سمعنا الأصداء، لكن بحسب يعني رصدك بشر للسوريين في زولينغ، في هذه المدينة زولينغن، كيف تبدو المدينة بشكل عام، أوضاع المدينة، أيضا السوريين في هذه المدينة، والأبرز المخاوف بحسب رصدك واطلاعك للأهالي؟ دماء الوقفة في وسط المدينة انتهت. أنا الآن في حي هو ذاته الحي الذي اختبأ فيه المجرم، والذي صور فيه الفيديو الذي أعلن فيه مبايعته لتنظيم داعش. تجولت في أحياء المدينة وشاهدت الخوف في عيون السوريين. طبعا المدينة يقطن فيها نحو 2000 سوري فقط، وهي مدينة صغيرة ليست كبيرة، لكن هناك قلق حقيقي من السوريين، لاسيما القاطنين في أحياء مثل هذه، لأنها بعيدة عن مركز المدينة، بعيدة عن الشوارع الرئيسية التي تنتشر فيها دوريات الشرطة بشكل مكثف. المدينة خاصة الشوارع الرئيسية ومركز المدينة، هناك انتشار واضح للشرطة الألمانية لمنع أي تصادم أو اعتداء أو جريمة محتملة الوقوع في المدينة. لكن
بالنسبة للأحياء الداخلية لا يوجد حضور للشرطة، بالتالي هناك استمعت لعدد من السوريين والسوريات في المدينة، هم قلقون بالفعل، يقولون بأن هناك بعض الشبان الألمان الصغار النازيين، ويقولون نازيين لأنهم يرفعون شعارات نازية ويهتفون بهتافات نازية، ينتشرون في أحياء المدينة، ومن الممكن أن يعتدوا على الأجانب لا سيما العرب المقيمين في الأحياء الداخلية. هذا لم يحصل حتى الآن، لم تسجل أي حادثة، لكن هناك تخوف حقيقي، وهذا التخوف ليس بهذه الحدة، لكن التخوف من هذا التعايش المجتمعي الذي يعني جربه السوريين طوال كل الأعوام السابقة في ألمانيا. هناك تخوف حقيقي من أن هذه الجريمة قد هزته، ومن الدعاية السياسية المكثفة التي يمارسها بشكل خاص اليمين المتطرف وتأثيرها على الشارع الألماني. طيب بشر، كما ذكرت قبل قليل الوقفة انتهت، كيف تبدو الأصداء بعد الوقفة؟ كيف تم تلقف هذه الوقفة من قبل المجتمع الدولي؟ يعني خاصة أن هذه الوقفة كانت للكثير من السوريين للتعبير عن استيائهم لهذه الجريمة. لا، بالنسبة للحضور كان هناك بعض المتفرجين من الألمان من أبناء المدينة، كان هناك وسائل إعلام ألمانية حاضرة رسمية وغير رسمية. نحن بانتظار أن تنشر وسائل الإعلام الألمانية صور هذه الوقفة وتكتب تقاريرها عنها، ومن ثم سنرصد ردات فعل الألمان على هذه التقارير الإعلامية. لكن حتى الآن نحن نتحدث عن وقفة شاهدها ألمان المدينة فقط وليس كل المجتمع الألماني. الوقفة كانت كبيرة، وهي كما ذكرت 4 وقفات وليست واحدة. هل ستلحقها أيضا وقفات أخرى؟ هل سيكون هناك تنظيم أيضا لوقفات أخرى منتشرة في أماكن أخرى؟ اليوم ديما كان بالفعل هناك وقفات غير زولنجن، أنا لم أتحدث عن المدن الأخرى. في برلين كان هناك وقفة، في لايبزيغ، في دورتموند، في ماغدبورغ، في مانهايم، في معظم المدن المقاطعات على الأقل الألمانية التي يتواجد فيها سوريين كان هناك وقفات. السوريون بالفعل يريدون إيصال هذه الرسالة، نحن هربنا من الإرهاب، نحن متضررين من الإرهاب، ونحن بريئون من هذا الإرهاب. خاصة يعني مع هذا التصاعد بالمطالبة للتغيير الإصلاحات الجذرية بحسب يعني التصريحات المطالبة بإعادة إجراءات اللجوء وإجراءات الهجرة، يعني ألا يوجد تخوفات أيضا من قبل السوريين بتنظيم وقفات في ظل هذه التصريحات أيضا؟ لا، ليس إلى هذا الحد. الوقفات تنظم في وسط المدينة، هناك حراسة مكثفة من الشرطة الألمانية، والمجتمع الألماني ليس بهذه العدائية ديما. نحن نتحدث عن حالات فردية من بعض الشبان الصغار، وهنا يعني تجدر الإشارة إلى أن حتى السلطات الألمانية والساسة الألمان وأجهزة إنفاذ القانون الألمانية تتحدث باستمرار عن عدم احترام هؤلاء الشبان الصغار بغض النظر عن جنسيتهم، والألمان بالدرجة الأولى، عدم احترامهم للقانون، ووجوب أن يعني تقوم الدولة والمؤسسات لا سيما التعليمية بشيء لتعزيز الانتماء لدى هؤلاء الشبان الصغار وتعزيز احترامهم للقانون. بالتالي بعض الحوادث المحتملة وبعض المضايقات هي تخرج من شبان صغار في غالب الأحيان، ومن بعض كبار السن الذين ما زالوا يحملون أفكار قديمة متطرفة. لكن عموما الشعب الألماني طبعا ليس شعب عنيف، هو شعب مسالم وهو شعب مضياف، ولن يتم الاعتداء بالتأكيد على أناس مسالمين جاءوا إلى موقع الحادثة لكي يقدموا التعازي للضحايا. شكرا جزيلا لك بشر أحمد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من زولينغين الألمانية، أشكرك جزيلا. شكرا.